السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في أول حلقة من برنامج أتحبني. فكرة برنامج أتحبني جت من قول ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا إصحاح 21 آية 15 لسمعان بطرس. قال له: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قرر السؤال ده 3 مرات، وفي كل مرة ربنا يسوع المسيح يقول له: ارعى خرافي، ارعى غنمي. من هنا جت لنا فكرة البرنامج. زي ما ربنا سأل سمعان بطرس بيسألني وبيسأل حضراتكم: أتحبني؟ وده سؤال المفروض ان كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال. عشان كده ربنا بيقول ارعى خرافي، ورعاية الخراف في الاعتناء بالفقراء، مساعدة المحتاجين، المسجونين، أسر المسجونين الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، المسنين، المرضى. وجت لنا فكرة البرنامج إن إحنا نهتم بيهم من خلالكم، ونقدر إن إحنا نكون بنخدمهم، ونقدر نحس بحب ربنا لينا. لأن ساعات كتير قوي ممكن نكون بنعمل أعمال كتير قوي، ولكن في مسافة ما بيننا وما بينهم. تعالوا نخرج نشوف سيدنا البابا معلم الأجيال، حكالنا قصة إزاي نعتني بالفقراء، في قصة صغيرة خالص نشوفها ونرجع لبعض تاني. أنا فاكر في قصة حصلت معايا في حياتي منذ تقريبا يمكن من قيمة 55 سنة، وانا شاب صغير. كنت شاب صغير وواقف في بيتنا كده، وبعدين بصيت لقيت ولد بينقي في الزبالة اللي في الشارع. هي قصة مقابلة كمان احتملوها. بينقي في الزبالة، بيشوف فيه في الزبالة حاجة تتاكل ولا لا، فلقى حبة سوداني، في سوداني مقشر وسوداني مش مقشر، لقى حبة سوداني مش مقشر، فراح مقشرها ووكلها. أنا وقفت على المنظر ده اتأثرت خالص، قلت ياه، لدرجة كده الواد جعان بيفكر في الزبالة على سودانية مش مقشرة. بعد كده كنت منين ما يجيبولي سوداني من النوع ده واجي اكله، اسيب فيه حبيتين ثلاثة ما يتاكلوش ويترموا في الزبالة، علشان لما يجي واحد زبال تاني ويدور يلاقي حاجة. هقول لهم: لما تاكلوا برتقان في البيت ما تاكلوهوش كله، سيبوا برتقانة او اتنين ارموهم في الزبالة. هيجي الزبال ينقي، يلاقي برتقانة يفرح بيها جدا وياخدها ينظفها ويقشرها ويأكل. يعني انتوا ما تخلوش كل حاجة كده على الآخر، سيبوا حاجة. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وتعالوا أحكي لكم قصة جميلة جدا. بتقول القصة إن كان في ملك حب يعرف شعبه بيساعدوا بعض قد إيه، وشعبه بيحب بعضه قد إيه، فراح حطت حجر في مدخل المدينة، والحجر ده كان مشوه شكل المدينة خالص. عد عليه واحد غني جدا، فشاف الحجر، قال: إزاي الحجر ده موجود؟ أنا هتصل بالملك وأشوف إزاي الحجر ده موجود، لازم الحجر ده يشيلوه من هنا. وبعد شوية عدى واحد تاني وبص للحجر، وبصله من فوق لتحت، ما عجبوش الوضع، ولكن ما علقش، خد بعضه ومشي. عدى واحد تالت وكان إنسان حلو خالص، قال: يا منظر الحجر ده مشوه منظر البلد،
أنا هحاول إن أنا أحركه من مكانه. رغم إن الحجر كان تقيل جدا، ولكن قعد يحاول وعمل مجهود جامد لغاية لما الحجر اتشال، ولقى تحت الحجر صندوق محطوط ومكتوب عليه كده: هدية الملك لمن يحرك الحجر. لو حبينا نربط ما بين الواقع وما بين القصة والحجر، نقول الحجر ده هو ناس الفقراء المحتاجين الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، أطفال الشوارع المسجونين المحتاجين، وكتير بيشوفهم وممكن يعدوا من جنبهم ويقولوا: إيه الناس المرمية في الشوارع دي؟ فين الحكومة منهم؟ مفروض إن هم يشلوهم، ويبقوا متضايقين منهم جدا. وفي ناس تانية ممكن تعدي وتقعد تمصمص في شفايفها وكأنها ما شافتش أي حاجة خالص، وفي ناس ممكن تعدي وتشوفهم وتحاول تساعدهم وترعاهم وتحاول تدحرج الحجر، تحاول تشيلهم، تحاول تخدمهم. هو ده اللي بيرعى خراف المسيح، وهو ده اللي بيحب المسيح. معانا حالة، حالة عم ميلاد وأسرته، أسرة عايشة تحت خط الفقر، عايشين في بيت. ولا أقول لكم تعالوا نخرج مع بعض نشوف الحالة ونرجع لبعض تاني. في حي بوسط القاهرة ووسط أجواء منطقة الزرايب المقطم، تحيا أسر حياة بلا حياة. المشكلة زي ما تشيل الأوضة دي مش عارف أنام فيها والفرن تاكل فيا. الفرن بتاكل فيك؟ آه. إزاي الفرن بتاكل فيك؟ أنا بتخش أنا من جوه الأوضة. بتخش جوه الأوضة؟ آه بتخش. يعني أنت بتقوم تلاقي الفرن بتاكل فيك؟ أيوة فرن خمسين، وأنا قاعدين في وركب واسع كده. والفرن دي مالهاش حل؟ ما إحنا بنجيب لها السم مش نافع فيها خالص. طب الأوضة دي كانت كده أساساً؟ لا هي كانت أوضة شوية. آه. وقالت. آه. بس برضه الفرن بتخش. الفرن بتخش؟ آه. كان فيها سرير. آه. أول حاجة خلاص هسيب برضه إيه؟ بننام نفرش الأرض، يعني عارف إيه؟ بننام على السرير وأنا بنام في الأرض وأنا أغلب بنام. آه. نفرش الأرض وننام. أمال إيه حكاية الرمل اللي كان في نام على الرملة؟ أيوة غاوة، كنا ننام على الرملة، ما كانش في بلاط خالص، كنا بننام على الرملة. كنتوا بتناموا على الرملة؟ أيوة. كان في سرير على الرملة ولا كنتوا بتناموا على الرملة؟ كنا ننام على الرملة، ما كانش في سرير. أول. وأنا عامل عملية ومش أشتغل، بشتغل يعني شهر وشهر لا. بتشتغل شهر وشهر لا؟ آه. عشان اعمل عمل المشهد واشتغل. اشتغل ايه؟ في الزباله. بتعمل ايه في الزباله؟ بتلم الزباله؟ اه بلم، بطلع بشيل القف وبلم. شغال مع ناس يعني. بتاخد كام في الشهر؟ 200 جنيه. طول الشهر؟ طول الشهر. مفيش اي فلوس تاني غير مفيش غير 200 جنيه صدام. وطبعا عندك كام عيل؟ معايا 5 ودين وثلاث بنات. وبتاخد 200 جنيه في الشهر؟ اه. بتصرف عليهم ازاي طيب؟ انتوا بيروحوا المدارس؟ الواد كان في المدرسه وبطلت، ما عادش فلوس وبطلت، عامل الصغير ده بينهم ده. وجالس بره كان في المدرسه وهو واخته دوت وبطلتهم عشان معيش، اجيب لهم منين؟ ما دخلتهمش المدرسه؟ دخلتهم، دخلت ما كملوش يعني ما فيش. الواد ده قعد يعني دخل اول اولى وبعد كده ما عملش كامل عشان بطلهم، هجيب لهم منين؟ يوم سارح يوم لا، امبارح ما كنتش سارح ولا اول ولا اول. في شغل النهارده. عايزهم يكملوا تعليمهم؟ انا عاوزهم ونكره اولادي يكونوا حلوين. بس معيش انا اعلمهم. وساعات ساعات اتدين بالفلوس عشان مفيش فلوس هاكل. بستلف من ده ومن ده. انا مدين 7000 جنيه. عليك ديون 7000؟ 7000 جنيه. معيش اصرف، انا استلف من ده واستلف من ده في الدنيا. بتاكل لحمه كم مره في الشهر؟ ما باكلش غير لحمه غير 3 4 مرات في الشهر. ما تاكلش اكتر من كده؟ ايوه عشان اعيش ونفسي اجيب لحمه اكل، مش انا مش عارف. ومعايا وزي ما شايف انهم بص كده
ودي ما معهاش حتى هدوم تلبس ولا العيال. معهاش شكسيهم. وزرقة. كانت ابنك اللي كانت ايد الفارده. لا ده ابني كلته المكنة خرازة. صابع دول اثنين دول كان. امال ايه صباعه اللي كلوا الفارده؟ لا ده المحاشمه. وهو نايم مغصوصه مفتوحه على حنين الفرد عضه. عضه يعني؟ اه في محاشمه ايوه. اه. زرقت بتجري بيه ده المخوض بقى على المستشفى. بيتعالجوا. وخفوا بقى كويس؟ الحمد لله يعني. اه. ومعايا بنت غير معايا بنت برضه الفركله من هنا كده. بتصرف عليه وارمح عليها كده وهو قطعها كده وهو في رقبتها. دي بسم الله يعني انا على ربنا ربنا واقف والحمد لله. معايا واد بقى صغير تاني وبنت كان ده سنه سنه ونص. دوت بقى حاليا لما دول قطع بالليل الفرق ما قطعوه خالص. مات. امي يعني عاش بقول لك قطعوه خالص كان. خرموه كده. طفل قد كده. والبنت دي بقى عضها الفار اخر مره فبطنها. ما كملتش يعني ما كملتش شهر راحت ماتت. الكنيسه قدمت لك ايه؟ بقول لك جابوا لي سرير ومخده ثلاجه حتى كل فلوس الفلن كلها شوفها دلوقتي وريها لك ومرتبه تخش الوقت ترفعها كده تلاقي بص قطعناها هتشوفها بنفسك. والسرير اتكسر اهو شوف يا بيلعب لعب كده اهو وبنام في مخده في الحته دي انا والعيال انا ومخده ومراتي وابني الصغير ده والبنت ابي لما جوه الاوضه بفش الحته دي وبنام فيها عند البرميل كده. لو الست جيت في اي وقت بالليل هتلاقينا في حته كده. انا ما ظهر الكوره ما فيهاش عصيره وبنام عليها. عندكم ميه هنا؟ في ميه ما بيخلاش عندنا الميه. ما فيش ميه؟ لا ما فيش ميه. بتجيبوا ميه منين؟ من الكنيسه تحت بتحول على راس لحد هنا. طب بتعملوا الاكل ازاي؟ مش شحتين المخزن بتاع ال ال العينين ديت بانبوبه بنعملها الاكل عشان ما ليش بتجهز خالص. طب والغسيل؟ بقالنا من يوم العيد الصغير لغايه دلوقتي ما غسلناه، من العيد الكبير. ما غسلتوش؟ يلا ما ربنا ما غسلنا. وانا معانا حتى هدوم نلبسها. هو بص على غفله بص اهو. طب لو غسلته بتغسله ازاي؟ هنغسل تغسل شويه على ايديها يعني مثلا غيرات المخزن الداخلي على ايديها. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من قول الكتاب؟ من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. في ناس لما يحسنوا على الفقراء يدوروا على الملابس اللي خلاص اكسباير يعني انتهت بقت نخالة يدوها الفقير ما يديش حاجة عليها القيمة لازم بس يدي حاجة عليها القيمة. طب انت في الشتاء ازاي بتنام هنا؟ هنا طب هعمل ايه؟ بنام في بنام على بعضينا. يعني انت في الشتاء بتنام بره هنا؟ لا انا من مغزى في الاوضه. ما تقدرش تنام في الشتاء؟ انام فين في الشتاء؟ عندك مروحة؟ عندك مروحة؟ اه عندي مروحة بايظة بايظة هتشوفها يعني برضه يعني مش شغال؟ لا اشوفها دلوقتي ورايا يعني ما يعني انتوا بتناموا بالليل من غير مروحه؟ انا ما نفتح الباب مغزى الباب وان العيال بيناموا وانا بنام هنا انا ومغزى المدام وابن الصغير ده. مفيش مروحه؟ لا. بتعملوا ايه في الحر؟ هنعمل ربنا اللي بيقف معانا ربنا. طب وفي الشتاء المطر لما بتنزل عليكم هنا؟ بتنزل على المجيب تشط بقى ونحط وبننام لو نكب في الشارع. يعني الحته المفتوحه اللي هناك دي الحته المفتوحه دي اه دي بينزل منها المطر عليكم؟ ايوه عليها. بينزل عليها. اه. بتعيشوا ازاي بقى؟ هنحط تشت بقول لك ومستك وهنعمل ايه طيب؟ هروح فين؟ نفسك في ايه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ نفسي انا عاوز حاجه تبقى واسعه لعيالي اعرف انام فيها. عاوز حاجه اكل منها. يعني حاجه مثلا تاكلني. عارف اعيش عيالي. معايا بنتين عريس على جواز مش عارف اجيب لهم حاجه. اه الفار بص اه 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 وعامل عامل يعني زي ما انت شايف انا بص يوم سارح يوم نايم. عامل عمليه ايه؟ عمليه ايه؟
عمل عمل كبير بتاع الزان في الشمال في اليمين هنا. يعني ورك دوت لما اشتغل كتير ورك دوت يشد عليا. افتكر يا عمار كان في اليمين بس كان كبير كده. في ناس لما يبدو من الفقرة كأن بتقطع شرايح من جسمه سلايدز كده بتقطعها وتديها للناس، لا، لازم انت تعطي بفرح، لا متضايق ولا متذمر ولا زعلان ولا مضطر ولا مكسوف من الناس عشان بتعطي، اعطي بكل حب. نفسي اعلم عيالي ونفسي ابقى عاوز مش عارف انام خالص في الاوضه، عاوز ابنيها او اسوي اي حاجه. عليك 7000 جنيه. اه مش قادر، انا مش عارف انام ولا عارف امشي، وكل شويه خبط على الباب اهرب منهم اروح حتى انا اروح الكنيسه انا اقف الدير واقعد كده. اجي انام الفران بتعض فيا زي ما انت شايف في الاوضه، مش عارف انام، انا الساعه 2 لغايه دلوقتي مش عارف انام. تيجي تنام الفران تعض فيها؟ مش عارف انام، هو صدقني مش عارف انام خالص. انا ما بكذبش عليك، انا بتنام مش بكذب عليك. ما بتعرفش تنام من الفران؟ مش عارف. معظم معايا بناتي الليل كله صاحيين لغايه الساعه 3 بالليل. يبقوا خايفين. خايفين من ايه؟ من الفران. من فلان مش عارفين يناموا. بنات؟ اه. مشكلة الفران دي بتتحل ازاي؟ ما لو البنات بقى وعيل مش هيجي فلان. كلمة لطيفة قالها الكتاب، بيقول ايه؟ من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. وربنا يرد له السلفة امتى؟ إما في حياته على الأرض ربنا يكفه ويكتر أمواله، وزي ما بيقول أفتح لكم قوة السماء، أو برضو يكفه في الأبدية. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا حالة عم ملاد وأسرته، حالة صعبة جدا. نشوف ناس عايشة وسط فران، ده مش عايشة بس وسط الفران، ده عايشة وسط الفران والفران كلت اتنين من عياله. واحنا ساعات كتير قوي بنمر في حياتنا بتجارب صغيرة ونحس ان احنا تعبانين وزهقانين. ناس كل هدفها في الحياة ان هي تعيش، تلاقي مكان تعيش فيه. ناس عايزة تاكل لقمة وتلاقي مكان تحط فيه أكلها. إحنا ممكن تزعلوش مني، أنا وإنتو ممكن نتزمر على نوعية الأكل، وناس بتبقى نفسها إن هي تلاقي الأكل عشان تاكله. عشان كده ربنا يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 25 قال من آية 31 لغاية آخر الإصحاح، بيقول إن قعد الملك واللي على اليمين وقال لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من إنشاء قبل إنشاء العالم. ليه يا رب؟ قال لهم عشان كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. قال لهم متى فعلنا يا رب؟ قال لهم متى فعلتم بهؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. هل احنا بنفعل بهؤلاء الصغار؟ هل احنا بنحس بيهم؟ هل بنحس بمشاعرهم وتعبهم؟ هل بنحس باحتياجاتهم؟ هل بنقدر ان احنا نسدد احتياجاتهم؟ واحد زي عم ملاد كل قصته وكل احتياجه ان هو عايز يعمل اوضة، وكل اللي هو عايزه ان هو يعلم ولاده، وكل اللي عايزه عمل عشان ياكل منه لقمة عيش، لان بعد ما عمل عملية الفتاء ما يقدرش يشتغل في قلب نقل الزبالة والشير والحط، وعليه ديون 7000 جنيه. هل نقدر نساعد عم ملاد ولا منساعدوش؟ هل نقدر
نساعده مش ماديا فقط، هل نقدر نوجد له فرصة شغل؟ هل نقدر نوجد له مكان يعيش فيه أو نبني له الأوضة الأساسية؟ هل أنا بطيع وصية ربنا؟ هل بنفذ الوصية؟ هل فعلا بحب ربنا من كل قلبي؟ عارفين الكتاب بيقول من يرحم المسكين يقرض الرب، يعني يسلف ربنا. هل أنا بسلف ربنا ولا ما بسلفش؟ هل وأنا بدي العطية ببقى حاسس إن أنا بدي ولا بقول له يا رب من يدك وأعطيناك؟ هل بمنع الخير عن الناس؟ هل بقول له طب عدي علينا بكرة، فوت علينا بكرة عشان أكون فكيت الفلوس اللي معايا؟ عارفين في آية في أمثال جميلة جدا بتقول إيه؟ بتقول لا تمنع الخير عن أهله حينما يكون في طاقة يديك أن تفعله. ده ما بيقولش كده بس، بيقول لا تقل لصاحبك اذهب وعود غدا وهو موجود عندك. عشان كده فكرة البرنامج إن إحنا نقدر نشارك من خلال البرنامج مش بالمساعدات المادية فقط، ولكن ممكن نساعد بالمشاركة في الخدمة، خدمة المرضى، خدمة المسجونين، خدمة أسر المسجونين، خدمة المسنين، خدمة أطفال الشوارع، خدمة الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم. في نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين بنطلب مشاركتكم مش بالنواحي المادية فقط، ولكن مشاركتكم معنا في خدمة الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، من خلال المرضى، من خلال المسجونين، من خلال أسر المسجونين، من خلال أطفال الشوارع. صدقوني نحس بعمل ربنا في كل عمل احنا بنعمله، ونحس قد ايه ربنا موجود في حياتنا. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني بنك القاهرة بالجنيه المصري حساب رقم 95-501-5893، بالدولار الأمريكي حساب رقم 95-601-371، بالجنيه الاسترليني حساب رقم 95-602-25، باليورو حساب رقم 95-605-110.